أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. هيئة علماء المسلمين توزع المساعدات الإغاثية جنوب غربي أربيل. البصائر، هيئة علماء المسلمين توزع المساعدات الإغاثية شمال العراق. المدى، انشقاقات جديدة تهدد تحالف البناء عقب مقتل 3 مدنيين في ديالى. الزمان، ناشطون، الحرائق حرب تصفية على حساب أمن واقتصاد البلاد. كتابات، ديالى تتألم، إعدامات ميدانية للمدنيين وتهجير قسري للأهالي والأمن خارج الخدمة. القدس العربي، بومبيو، صفقة القرن قد تكون غير قابلة للتنفيذ ولا يمكن الموافقة عليها. الشرق الأوسط، أمريكا وإيران تتبادلان شرط تغيير السلوك للتفاوض. ومن عناوين المقالات إلى المقالات نفسها، ونبدأ بمقال حيث وجدنا فيه أن حصول سلسلة من الحرائق المفاجئة والتي قد تكون مفتعلة بفعل فاعل لبعض حقول الحنطة والشعير في عدد من محافظات الشمال وشرق وغرب العراق، نينوى وكركوك، ديالى وصلاح الدين، قدرت مساحتها بألفي دونم من أصل 12 مليون دونم إجمالي مساحة حقول الحنطة في العراق. رقم كهذا نسبي ليس مؤكدا بشكل دقيق حتى كتابة هذا المقال، إلا أنه بغض النظر عن قلة أو كبر حجم مساحة ما تم حرقه من أراضي زراعية منتجة، أرجعت وزارة الزراعة العراقية حصول مثل هذه الأحداث الخطيرة إلى كونها ممنهجة وتستهدف ثروة البلاد الوطنية. تصريح خطير فعلا، خاصة وأن الوزارة قد أكدت مسبقا أن العراق وبالنظر لموسم الأمطار أو السيول الغزيرة في ربيع عام 2019 سيتمكن من التوصل لحالة من الاكتفاء الذاتي من ناتج محصول الحنطة للمرة الأولى منذ عقود. مقال للكاتب أحمد عبد في صحيفة المدى. ذات الصورة الذهنية تقريبا تشكلت في مرحلة سابقة حول حالة الاكتفاء الغذائي من طعام الأسماك قبل نفوق الأسماك. يبقى السؤال قاتما مع ذلك عن ضرورة تسمية الجهات الداخلية أو الخارجية التي أشارت إليها لجنة الزراعة في البرلمان العراقي كونها تقف وراء حادث الحريق الخطير. هذا ومن هنا بمكان أهمية طرح التساؤل التالي: هل تقف وراء الحاجز مؤامرة خارجية كما ذكر رئيس لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، أم أن الموضوع أخذ سمة التهويل والتضخيم غير المبرر؟ من الآراء اللافتة التي تحتاج للتأكيد أيضا تلك التي تقول بأن إيران تطمح لتمرير نحو 1.5 مليون طن من الحنطة والشعير الإيراني وبيعها للحكومة العراقية عبر وسطاء متنفذين. ضمن هذا التصور جاء اتهام البرلماني العراقي محمد الكربولي، اتهم إيران بالتورط في إشعال الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من حقول الحنطة والشعير في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك. كي لا يكون الأمر واضحا أو جليا بصورة لا ترقى إلى الشك، لابد من إجراء تحقيق حكومي حازم شفاف وشامل لمحاسبة كل من اعتدى على أراضي الدولة وسيادتها الوطنية أو أضر بمنظومة حقوق الإنسان دون وجه حق. جدير بالاهتمام أن بعض مواطني المناطق التي تعرضت أراضيها للحرق أكدوا من جهتهم أنه ليس لديهم خطوط نقل كهربائي كي يحدث ما يعرف بالتماس الكهربائي الذي كثرت حوله الاتهامات في التسبب بعدد من الحرائق الأخرى التي حدثت في العراق.
اليوم في عراقنا الجديد، بعد أن اعتلى شخص كراسي لم يكونوا يحلموا بالوصول إليها أكثر من حلم صاحبنا الفقير بنيل قطعة لحم من ذاك الحمل المشوي. نراهم بعد أن تربعوا على تلك الكراسي ما ينفكون يتصارعون ويستقتلون على ما تجلبه لهم مناصبهم ومواقعهم وامتيازاتهم من دخل مادي، متناسين دورهم الأساسي في منصبهم وواجباتهم تجاه مواطنيهم الذين نصبوهم على كراس وعروش، فاتهم أنها آيلة للسقوط إن لم يصونوها ويحسنوا لرعاياهم بما موكل إليهم، بحسب الكاتب علي علي في مقال بموقع كتابات. لم يستطلعوا ما يتكرر في اجتماعات مجالسنا ولا سيما النواب منهم يرى العجب في التعنت والإصرار على التسويف والتماهل والتباطؤ في إقرار القوانين والبت بالعمل بها، وعلى وجه الخصوص القوانين التي تهم المواطن، ففيها يتفنن النواب مع رؤساء الكتل والأحزاب في ابتكار الأساليب والطرق الملتوية للحيلولة دون إتمام إقرارها. وأقرب مثال على هذا التأجيلات المتكررة في كثير من القرارات والقوانين المتعلقة بخبزة المواطن، وكذلك القوانين التي تتعلق بثروة البلد والتي هي حتما ملك المواطن أيضا. ومن اللافت للنظر أن القابعين تحت قبة البرلمان ما أن يتفقوا على فقرات حتى يستحدثوا فقرات ليختلفوا عليها مجددا، وشاهدنا في هذا ليس واحدا بل مثنى وثلاث ورباع وعشرات ومئات، ولا أظن أنهم في مقبل الأيام سيجدون حلا لهذه الخلافات، وإن حصل فإنهم يطبخون غيرها في مطابخهم السرية والعلنية كذلك، ما يدل على سعيهم ليس في إقرار القانون بل في تأجيله وتأخيره لغاية في نفس يعقوب، الأمر الذي ينم عن الوجوه المتعددة التي يتلون بها أغلب سياسي العراق الجديد. ويضيف الكاتب كما أن الطيور على أشكالها تقع، كذلك هناك اتفاقات بين ساستنا على شيء قد لا يتفق عليه آخرون، لذا ينقسمون فهم راضعون من ثدي واحد، فيدافع بعضهم عن بعض ويداري بعضهم عن أخطاء بعض ويجمل بعضهم ما قبح من صورة زميله. حملت هيئة علماء المسلمين القوات الحكومية والميليشيات الطائفية مسؤولية مسلسل الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي يندى لها جبين الإنسانية، لا سيما التي تم ارتكابها في محافظتي نينوى وديالى خلال شهر رمضان الحالي، وذلك في بيان نشر بموقع الهيئة نت. قالت الهيئة في بيان لها استمرارا لمسلسل الانتهاكات المروعة التي يندى لها الجبين في شهر رمضان الفضيل الذي لم تمنع حرمته ولا أي وازع ديني أو أخلاقي أو عرفي من سولت لهم أنفسهم من منتسبي الجيش الحكومي من المجاهرة بجرائمهم المشينة التي يرتكبونها في محافظة نينوى، والتجرؤ على إعلانها في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يتباهون فيه بالاعتداء الجنسي على طفل صغير وأمه في مشهد مقزز ومستفز ودال على مستوى الرذيلة الذي وصل إليه هذا الجيش الذي أسس على الحقد والانتقام وقواعد السرقة والاعتداء والابتزاز. وأوضح البيان أنه في حادثة انتهاك خطيرة ثانية أقدمت الميليشيات المسعورة يوم أمس السبت على ارتكاب جريمة بشعة بقتلها ثلاثة من أبناء منطقة أبو خنازير التابعة ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى، عندما اقتحمت المتجر الذي يعملون فيه أمام أنظار القوات الحكومية الموجودة في تلك المنطقة دون معرفة أسباب هذه الجريمة، مؤكدة أن هذه الجريمة هي مقدمة لحملة ترويع وتهجير جديدة، وهي استمرار لنهج الميليشيات في استهداف الأبرياء بالقتل والتهجير وانتهاك حقوق الإنسان الذي يتم في ظل السكوت الحكومي والتغافل المقصود وإطلاق اليد للخارجين عن القانون ليعيثوا في الأرض فساداً دون حساب أو رادع. وفي ختام بيانها طالبت هيئة علماء المسلمين الحكومة الحالية وميليشياتها الإجرامية
بالتوقف الفوري عن اقتراف المزيد من الجرائم الوحشية التي أغرقت العراق في حمام دم طائفي، استغلالاً للأوضاع الإقليمية المضطربة وخدمة للمصالح الخارجية التي تضر بهذا البلد وأهله. أفضت الأسابيع القليلة الماضية عن تكشف حدود ومنطق المواجهة الأمريكية الإيرانية، فقد جاء الرد الإيراني على تصعيد حملة الضغوط القصوى التي تنتهجها إدارة ترامب على شكل اختبار حدود جدية الإرادة الأمريكية لخوض الحرب عبر أذرعها الخارجية من خلال إطلاق سلسلة من العمليات وتنفيذ هجمات بالوكالة عن الصراع الأمريكي الإيراني، كتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21. رغم تنامي حدة النزاع، لا يزال احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق مستبعدا نظرا إلى إحجام الطرفين عن التصعيد، رغم قيام الولايات المتحدة بإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة وتصاعد التوترات. ومن المثير للاهتمام أن يكون ترامب وخامنئي قد عمل على وقف التوجه نحو نزاع مباشر، فقد أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يريد حربا، كما قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن أي منا لا يسعى إلى حرب. ومع ذلك قد يزيد الإيرانيون بشكل معقول من نشاطهم غير المتناظر، لأنه من الصعب نسب هذه الأفعال إلى طهران. الضغوطات الأمريكية السياسية الصارمة والعقوبات الاقتصادية القاسية على إيران التي دشنتها إدارة الرئيس ترامب عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار مايو 2018 دفعت إلى الاقتراب من حدود شفير هاوية الحرب، وسرعان ما تكشفت بعض ملامح الاستراتيجية الإيرانية بالرد عن طريق شبكة محكمة من الميليشيات الخارجية التي تعمل بنمط هجين من المركزية واللامركزية، حيث مركزية قرار الولي الفقيه ولا مركزية تنفيذ الميليشيات الشيعية المسلحة. وتتابعت سلسلة من الهجمات المتنوعة في مناطق مختلفة جغرافيا وبطرائق متعددة عسكريا. خلاصة القول إن منطقة المواجهة بين أمريكا وإيران يقوم على تقديرات مادية ورمزية دقيقة وفق حسابات الكلفة المنفعة. فرغم التفوق العسكري الأمريكي الكاسح في الحرب الكلاسيكية، فإن هذا التفوق لا يجدي نفعا كبيرا مع نهج الحروب اللامتماثلة. فعقب تصاعد حدة الأزمة بين أمريكا وإيران بالاقتراب من حافة هاوية الحرب، بعثت إيران برسالة واضحة لا لبس فيها عن طبيعة الحرب إذا ما نشبت، وكلفتها الباهظة واتساع نطاقها ليشمل كافة أرجاء المنطقة، وذلك عن طريق عمليات وهجمات ينفذها فيلق إيران الخارجي الذي يشرف عليه فيلق القدس التابع للحرس الثوري ويقوده قاسم سليماني. أينما يحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستنفر الدولة المضيفة ليس فقط على صعيد الإجراءات الأمنية لحمايته، وإنما تجنباً للأضرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن يحدثها. هو لا يفقه في حيل الدبلوماسية ولا يتقيد بتقاليد المكان، فيتحول من ضيف ثقيل إلى مضيف انتهازي، مقال للكاتب بهاء العوام في صحيفة العرب اللندنية. ترامب يؤيد طلاق لندن وبروكسل ولا يريد استمرار الاتحاد الأوروبي كتكتل. الدليل على هذا دعمه لزعيم حزب بريكسيت وحث الحكومة البريطانية على الاستعانة به في مفاوضات الخروج. أراد ترامب لقاء فاراج رسميا خلال زيارته، ولكن لندن رفضت. لكن احتمال لقائهما في منزل السفير الأمريكي خارج برنامج الزيارة بقي قائما، ويستدعي الكثير من التساؤلات حول مستقبل اليمين المتطرف في بريطانيا بوجود دعم أمريكي معلن لشخص مثل فاراج. في سياق دعمه لليمين، لن يدخر ترامب جهدا لدعم شبيهه البريطاني بوريس جونسون في الترشح لرئاسة الوزراء، وكما أغدق المكرمات على بنيامين نتنياهو ليفوز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، لن يدخر جهدا في نصرة جونسون ليظفر برئاسة الحكومة البريطانية ولو لبضعة أيام.
التشجيع على طريق لندن وبروكسل أن يكون الأمر الوحيد الذي سيثيره ترامب على صعيد العلاقات البريطانية الخارجية، فالأجندة غير المعلنة للزيارة حبلى بالملفات التي سيبحثها الرئيس الأمريكي مع حلفائه التاريخيين، بدءا بإيران ووصولا إلى الصين، مرورا بصفقة القرن التي يحشد لها الدعم من كل فج وصوب. سيبوح ترامب للبريطانيين بتذمره من حياد لندن في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسيطلب موقفا ويجاهر بالقول إن إدخال الجيل الخامس من الإنترنت أحدث إنجازات الصين وذراعها التقنية العملاقة شركة هواوي هو أمر يقارب الخيانة من قبل حليف تاريخي لبلاده كالمملكة المتحدة. ما الذي يجعل التغيير عصيا في العالم العربي؟ يتساءل الكاتب برهان غليون في مقال مطول بصحيفة العرب الجديد جاء فيه بعد أن أغرقت ثورات الربيع العربي أو أغرقت بالدم، علقت الشعوب العربية التي أحبطت جميع مساعيها لتغيير آمالها من جديد على انتفاضتي السودان والجزائر اللتين استفادتا من تجارب الانتفاضات السابقة، فأظهرتا نضجا سياسيا أوحى لكثيرين من النشطاء العرب والمتطلعين إلى حصول اختراق في نظام الوصاية والاستبداد العربي المديد، بأن حبل الإحباطات والهزائم العربية في الانتقال السياسي قد قطع، لكن استمرار النخب الحاكمة بالمناورة في انتظار فراغ صبر الحاضنة الشعبية للثورة وربما انقسام صفوفها قبل تبرير الانقضاض عليها كما حصل تماما في ثورات الربيع العربي الأخرى، يشير إلى أن الحظر المفروض على الديمقراطية في البلاد العربية لا يزال ساري المفعول. هكذا بينما يحاول جنرالات الجيش السوداني تمرير الوقت للي ذراع الحركة الشعبية وتكتلاتها النقابية والسياسية في سبيل الاحتفاظ لأنفسهم بالكلمة العليا داخل المجلس الانتقالي للحكم، يصر الجنرال أحمد قايد صالح في الجزائر على أن يكون الجيش هو المشرف على عملية الانتقال السياسي والمتحكم بها وربما بنتائجها، في وقت تشهد اليمن مزيدا من الانجراف نحو حرب طويلة ودائمة، وهو ما تسير نحوه ليبيا وما يكاد يعيشه العراق نتيجة الفشل المتكرر في الخروج من دوامة الفساد والطائفية والنزاعات الداخلية وامتناع الإصلاح والتغيير، وما يعبر عنه كذلك استئناف حرب الإبادة الجماعية وتهجير السكان بالجملة وتدمير مدنهم وقراهم وحرق مزروعاتهم في الشمال السوري، في صراع لن ينتهي على تقاسم السلطة والنفوذ بين الدول التي أصبحت اللاعب الرئيسي على أرض سوريا المروية بدماء شبانها الثائرين. في المقابل تبدو جميع المفاوضات وعروض الحوار المطروحة نوعا من المناورات السياسية الهادفة إلى تمديد أجل الحرب وتحسين مواقف الأطراف المنخرطة فيها، وهي لا تحمل أي أمل بالحل ولا تخلق أي فرصة لتغيير الوضع الغارق أكثر فأكثر في العنف والفوضى والدمار. لم يكن الاستبداد مكملا للسيطرة الخارجية وجزءا من نظام الإمبريالية العالمية والهيمنة الإسرائيلية في المشرق كما هو اليوم وكما سوف يكون بشكل أكبر في المستقبل، وفي المقابل ليس للديمقراطية طريق آخر سوى استعادة روح التضامن والقيم الإنسانية التي لا يمكن من دونها قيام مجتمع ولا مدنية ولا حضارة، وهذه قضية أخرى غير قضية الاستبداد وإن لم تكن مستقلة تماما عنها. تعددت المعارض في السنوات الأخيرة التي تتناول تاريخ تشييد الكعبة في مكة المكرمة وقدسية المكان الذي يعود إلى آلاف السنين، وكذلك تفاصيل بنائه أو تفاصيل بنائها ومكوناتها وكسوتها التي تجدد مرتين كل عام، كما عرضت عشرات القطع والنقوش التي استبدلت عبر الزمن. وفي هذا السياق يتواصل حتى بداية تشرين أول أكتوبر المقبل في مكتب
أو في مكتبة قطر الوطنية بالدوحة. معرض الكعبة المشرفة الذي افتتح في الأول من الشهر الماضي ويتضمن العديد من المخطوطات والوثائق والكتب القديمة المطبوعة والرسومات والصور الفوتوغرافية. وقد قام خبراء مركز الحفظ والصيانة في المكتبة برقمنة وترميم جميع المواد المعروضة من لوحات الخط العربي والمنمنمات والزخارف والرسومات المطبوعة والمخطوطات القرآنية، والتي تشكل جانباً من مقتنيات المكتبة التراثية. وكانت اللوحات المطبوعة تعلق غالباً على البيوت والمساجد والمدارس كذكرى مرئية لشعائر الإسلام المقدسة. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض صور الكاريكاتير التي انتقلناها لكم من صحف اليوم. بهذا نصل لختام برنامج صدى الأقلام، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة. نلتقيكم على خير بنفس الموعد إن شاء الله. إلى اللقاء.